يعني لو ما يتحررش اللاعب محيوس وسيدريك في المتابعة شديدة من محيوس وسيدريك في المتابعة أو المرجوة للخط الأمامي، يعني لعبوا في منطقة فريق فقط، لأن لما تكون الكرة عند عناصر أمن عنبيلة في الوقت اللي فيه محاولة من بشوت شديدة قوية، والهدف الأول شديدة قوية مباغتة من بشو يباغت الجميع، والحارس حاجي عمر ويوقع الهدف الأول لمصلحة شباب الوزداد بعد مرور 30 دقيقة من المرحلة الأولى، وفرحة كبيرة لعناصر شباب الوزداد بالهدف الذي جاء مباغت، حتى أن بشو كان بعيد عن كل مضايقة، ما فكانش فيه لاعب قريب من بشو. محيوس هي قدرات ممتازة وبصعوبة، الحارس سيدريك بصعوبة مقوصة بدقة متناهية طبعا، لأن حامل الكرة ما عندوش حلول، يعني هذا الشيء اللي كنت نتكلم عليه في الوسط. لاحظ الكرة هذه، كرة خطيرة جدا جدا جدا، بالغ ينطلق بالغ، حط كرة في القائم الثاني وضعت على طي تركات ثم الانطلاقة أمام المساحة الكافية لتوزيع الكرة ناحية الرفيق، ناحية بالغ يحط كرة ناحية رفيق وضاعت فرصة أخرى ضاعت على عطية ولشباب بن وزداد دون خطايا تواصل أداء دفاع فريق شباب بن وزداد، كرة ممتازة لفريق أمل عين مليلة في اللحظات الأخيرة، السبع دقائق الأخيرة، بن يحيى في مراوغة ممتازة، بن يحيى بمدعية ثنائية فيه لمس بالكرة، ماذا هناك هدف التعادل، من طيايبة غير الأمور، غير المعطيات وأقلب الموازين في السبع دقائق الأخيرة، يتمكن البديل طيايبة من تعديل النتيجة بعد خطأ في دفاع شباب الوزداد، يعود أمل عين مليلة من بعيد ويعود طيايبة ويعيد الأمل لأنصاره ولزملائه في هذه الآونة. الحاكم عبد الرزاق عرب خطأ فادح من